نظمت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية حفلا لتكريم الطلاب الأوائل بجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2023-2024 والطلاب المتفوقين في المسابقات الدينية والثقافية والرياضية. تقرير الزميلة إيمان حسن. احتفالية كبرى لتكريم الطلاب المتفوقين في كافة مراحل التعليم بمنطقة الأقصر الأزهرية. بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم بعض فقرات من الإنشاد الديني للطلاب. وفي كلمة فضيلة الشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان رئيس المنطقة، هنأ الطلاب المكرمين، مؤكدا على حرص المنطقة على دعم الطلاب المتميزين وتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق، وموجها الشكر والامتنان لأولياء الأمور والمعلمين لما بذلوه من جهد مع الطلاب لتحقيق تلك المراكز المتقدمة على مستوى المنطقة الأزهرية بالأقصر. كنا اليوم بعمل حفلة لتكريم أوائل الشهادات المختلفة، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، شهادات القراءات، منها من حصل على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، ومنها من حصل على مراكز متقدمة على مستوى الإدارات ومستوى المنطقة. وقامت رعاة الشباب الأقصر بعمل هذه الاحتفالية وتقديم شهادة تقديرية لحث الطلاب على الاجتهاد في العملية التعليمية القادمة بالنسبة لهم، سواء من تخرجوا من الثانوية إلى الجامعة أو من الابتدائية إلى الإعدادي أو من الإعدادي إلى الثانوي. كل ذلك بفضل توجيهات مولانا شرفت اليوم منطقة الأقصر الأزهرية بالاحتفال الختامي للأنشطة الاجتماعية وتكريم الطلاب المتفوقين على الشهادات الأزهرية. وكان من حسن الطالع هذا العام أن حصلت طالبة أماني سلطان على المركز العاشر الشهادة الثانوية القسم العلمي على مستوى الجمهورية، والمركز الأول على المستوى العلمي على القسم العلمي في على منطقة الأقصر الأزهرية. كما تم تكريم فضيلة الشيخ عبد الله صالح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، تكريم أبنائه وبناته من الطلاب المتفوقين على الشهادات الأزهرية. كما تم تكريم الطلاب المتفوقين في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والدينية على مدار العام الدراسي 2023-2024. من محافظة الأقصر، إيمان حسن.